كندا صارت موجودة معنا باستوديو ورح نحكي عن نبتة كتير حلوة وحلقة جديدة من أرض وورد. كندو صباح الخير. صباح الخير. يعني عن جد اليوم هيك رح نحكي عن نبتة أو عن زهرة كتير منحبها ومنشوفها كتير كمان، بس أوقات واحد بيحتار يمكن كيف بده يهتم فيها، وهي البيبي اوركيد. البيبي اوركيد والاوركيد اليوم معنا اثنين، اليوم الام وبنتها. مع انه شوي مختلفين عن بعضهم، بس بحب ان وقت ثاني نحكي عن الاوركيدي، لانه بلاحظ كثير بتكثر الاسئله عن الاوركيدي خاصه مع اقتراب موسم الاعياد. وما في نهار تنين بيمرق الا ما بيكون في اكثر من سؤال عن نبته الاوركيدي. فنرجع نذكر شوي مين هي الأوركيدية، شو هي، من وين جاية، والأنواع كمان. مثل ما قلت اليوم معنا البيبي أوركيد والأوركيد، يلي هيدول العبارات الشعبية يلي بنستعملها عادة. بس نقول بيبي أوركيد بنكون عم نقصد نوع من الأوركيدية اللي هو الدندروبيوم، يلي عادة بنشوفها كتير ببوكيات الأعراس، يلي بنشوفها كتير حتى بزينة الأعراس، وكتير بنعرفها مش كنبتة إنما كعرق، بنسميه عرق البيبي أوركيد. يعني بنشوفه عند الزهارين كزهرة أو فلور كوبي كات فلاور، مش كنبتة. واللي هي ما في أحلى منها ككادو، يعني مثل ما قلتي، وحتى هلأ بموسم موسم الأعياد وعلى مدار السنة، يعني كمان حلوة ككادو. مزبوط. وأكيد وقت اللي بنحكي عن الأوركيدي، إذا واحد هيك عم بيقول أوركيدي أو أوركيد، بيكون عم بيقصد الفالينوبسس، يلي هي أكثر أنواع الأوركيد انتشاراً وأكثر مبيعاً وحلوة. مش هيك بتشوفها صار في كتير أنواع وكتير ألوان، مثل ما عم نشوف كمان قدامنا، بتشوفي الأبيض أبيض يلي هي عادة بس تقولي أوركيدي دغري بيخطر عبالك هاللون الأبيض الناصع قد منه حلو، والزهرة الكبيرة عادة، والألوان الثانية يلي شفناها من الأورنج للبيربل كل الألوان يلي ممكن أن نتخيلها. اللي بيجمع بين كل أنواع الأوركيدي هو شكل الزهرة يلي ما بيضيع أبدا، بس يلي هي كتير مميزة مع مثل كأنها فراشة، عندها الاثنين الورقتين يلي مغلفين الوسط تبع الزهرة، وبعدين عندك ثلاث ورق، يعني دايما هي شكلها مثل الستار إذا بديك. في عندي عطول ثلاث بتلات او ورق موجودين تحت بالخلفيه، وفي عندي ورقتين مغلفين الوسط، وسط الزهره كمان. هيدا كل انواع الاوركيدي. نحن كل مره بنحكي عن الاوركيدي بذكر انه هي اكبر انواع او اكبر عيال عائلات بأنواع الأزهار، فوق 25,000 نوع، في منها بري بعده بيطلع حتى بمناطقنا بلبنان. في أنواع من الأوركيدية البرية إن شاء الله نعرف إنه نحافظ عليها، لأنه ما بنشوفها كتير، قليل ما نشوفها، وهي أزهار صغيرة ما بنشوفها كتير. وعنا الأنواع يلي هي مزروعة، عم نشوف الدندروبيوم، زهرة الدندروبيوم يلي بتختلف شوي عن الام، هيدي البيبي اوركيد، بانه الورقه تبولها او البيتال تبولها مروسه على الطرف، صحيح. بينما هونيك بتشوفيها مدوره. بتختلف كمان بشكل الوراق او تحت المنبت تبعها، بانه الاوراق ما بيطلعوا كلهم من الكعب، في عندي مثل تيج تطلع الوراق منها، وفي عندي السمبلي اللي بتطلع كمان، بتشوفي مثل كأنها شوي قصبة، يعني بتشوفي الوراق كمان على التيج طالعين لفوق، مش من الكعب مثل الأوركيدية اللي نحن معودين عليها. بس كلياتهم بينتموا لنفس العائلة، وإجمالا عندهم نفس بس ملا عائلة كبيرة. شجرة العائلة كبيرة كتير كبيرة كتير فعلا. 25,000 25,000 نوع من الأوركيدية حول العالم، بيختلفوا كتير بأشكال الزهرة، ألوانها، أشكال الوراق، وحتى المنبت أو الأصل تبعها بيختلف. مثل ما قلنا نحن بس نقول أوركيدية، هالأوركيدية اللي بنشوفها عند محلات الأزهار دايما بنقصد الأوركيدية اللي بتوصلنا من ماليزيا وتايلند أكتر شيء، هيدول الموطن الأوركيدية اللي بنشوفها عند الزهارين. ولكن كإنتاج وكنحن من وين توصلنا الأوركيدية؟
صرنا من هولندا اجمالا اكثريه الاوركيديه اللي بنشوفها بالسوق اللبنانيه، لانه في كل التكنولوجيا المطلوبه لحتى تنتج نبته الاوركيديه، علما بانه انتاجها منه سهل كثير. بلبنان جربوا كثير انه ينتجوا هيدي الزهره ووصلوا لكواليتي او لنوعيه كثير جيده، ولكن كلفه الانتاج على مساحات صغيره بلبنان بالمقارنه مع استيرادها طلعت انه ما كثير بتوفي ماديا، ولكن قدرنا انه ننتج اوركيدي بلبنان ببعض المشاتل. نرجع نذكر شوي الاوركيدي شو بدها، شو بدها، كيف بدها لحتى تضل تعيش. امبارح بعد كان عندي ثلاث اسئله عن الاوركيدي كمان. اول شغله لازم نعرفها انه الاوركيدي هي نبته استوائيه، عم نقول تايلاند وماليزيا، فاذا هي نبته استوائيه من الاشياء المهمه كثير لها هي الرطوبه مش المي اللي بنسقي فيها. هيدي نبته بتعيش على اغصان الاشجار، يعني تتشوفي قديش هي ما بدها تراب ابدا، منا بحاجه لانها تنسى كثير، منا بحاجه انه الجذور تبعولا تكون دائما مغطسه بالمي، بس بحاجه لجو رطب حواليها. حتى اللي نعطيها هيدا الجو الرطب شغلتين لازم انه نعملهم. هالتراب يلي بتنزرع فيه الاوركيدي كثير بيساعد على تامين هالجو الرطب، بانه اول شيء نحن بنسقي التراب يلي هو منه تراب، دائما بنحكي عنه هو قشر صنوبر، بس حتى اللي بضل عم بيتنفس وبيصير عم ببخر المي من هال مثل الحجار او القشر الصنوبر يلي موجود، بيعطينا جو رطب. ثاني شغله نحن بنحط عاده اوركيدي بالصالون، بنحطها بالمحلات يلي اكثر شيء بنشوفها، مثل ما بنمسح الغبره لكل الاشياء اللي بتبقى موجوده على الطاولات، الاوراق تبول الاوركيدي لازم انه نمسح لهم غبرتهم لحتى اول شيء نروح عنا الغبره، وثاني شيء لحتى نعطي الرطوبه على الاوراق. دائما بس يكون عندي نبته ورقتها كبيره استفيد من انه ورقتها كبيره، وفيني اني استعمل ماشي قطنيه مبلله بالمي لحتى امسحها. اكيد بدنا كثير ننتبه هون، ما فيني اقول منرش الوراق تبعولها بالمي، اذا بدنا نعملها خليها تكون يعني مش على طول، المسح هو افضل بكثير. وفينا اللي فينا انه نعمله هو بين وقت وثاني، بدل ما نرش السبراي مي نقدر انه نحطها بالمغطس او بالمجله لحتى نغسل الاوراق بالمي. وقتها نعمل هيدا الشيء كل قديش يعني موجود، يعني اذا بنحكي مره كل جمعتين او ثلاثه يسوى انه نعمل هيدا الشيء، بس الرطوبه يلي بنعطيها اياها بالمي بالقشر الصنوبر هي اكيد اهم بكثير لحتى تضل مرتبه، ومسح الغبره كمان كثير مهم. هلا وقت نكون مثل ما قلت عم بحطها تحت المي تحت الدوش لحتى لي اول شيء اعطيها مي بكثره على القشر الصنوبر اتاكد انه شبعت مزبوط، وثاني شيء لحتى نغسل الاوراق بدنا ننتبه بس انه ما ترقد المي، ما تضل المي موجوده بين الاوراق هون، ما بدي اياها ابدا تكون موجوده بين الاوراق، بدي ارجع طبها شوي لحتى لي تروح المي اللي موجوده بالكعب تبعولها. بس تيخلص موسم ازهار الاوركيدي ساعتها هون بتصير الاسئله بتكتر، انه شو بدنا نعمل فيها؟ اوراقها حلوين بس ما بقى عم تعطي ازهار، ماتت الاوركيدي ولا ما ماتت؟ طالما انه الاوراق تبع النبته تبعولنا بعدهم لونهم اخضر، طالما انه الجذور يلي موجودين بعدهم بتحسيهم جامدين منهم ترايا يعني ما عفنوا، معناتها انه الاوركيدي بعدها كثير بصحه منيحه، زهرت ما في ولا نبته بتضل مزهره دائما دائما، اكيد في موسم بيروح بده يرجع يجي موسم جديد. صحيح. اي متى بيجي الموسم الجديد؟ ما بعرف، لانه الاوركيدي ما بتعطيكي امتين، يعني ما في عندك وقت، في على القليلة 8 أسابيع ما بتعطي فيها بتريح حالها، من بعد منها إذا كان عم تعطي من الغصن نفسه، يعني إذا كان هيدا الغصن هو يلي كان مزهر لنفترض وراحت الأزهار يلي موجودين، عادة يلي بعمله بدي قص مش هيدا العين يلي موجودة هون دغري تحت الزهرة، خليني للي تحته بقدر قص هون، في عندي العين يلي موجودة هون، ودايما خليني اختار عين او العقدة يلي موجودة تكون
طالعة لبرا، يعني اقدر انه تحت لي اعطي مجال انه الغصن يطلع بشكل حلو، اذا كان لا منا طالعة لبرا بنزل يلي تحتها. مهم انه العين يلي بختارها تكون عندها هيك بتحسيها مورمه، يعني بتحسيها انه في شوي لبرا يعني إيه، لحتى تكون بتعطي منتجه ما نتركها لحالها. بقص بين الاثنين ساعتها وبترك هالغصن لحتى لي زهر. في ايام على الارجح انه بزهر وقتها بتحسه انه بعده اخضر، في ايام لا بيكون تعبان هالغصن هيدا، بتلاقيه حتى لو نحن قصينا بلش يدبل او يبس كله سوا تدريجيا لحتى ننزل لفوق، معناتها انه منه رادي منه جاهز انه يعطيني ازهار. يلي بيصير اذا كان دبل كله سوا منقصه من الكعب ومننطر، اكيد بصير ننطر اكثر، بس بيجي نهار يعني دائما طالما انه الورق خضره بعدها بيجي نهار بتعطيني ترجع غصن عن جديد من الكعب، من كعب الورق نفسه بيرجع بيعطيني الازهار تبعوني. نعم. بهالوقت نحن ناطرين انه ترجع تعطي لازم انه نعطيها مغذيات. اذا كان بدي انه تنتج، لانه ما ننسى التراب يلي بنزرع فيه الاوركيدي ما فيه اي غذاء، الغذاء يلي بدها تاخذه اخذته بالمشتل، مشان هيك بتوصلنا مزهره ومن بعدها ما في عندها شيء يغذيها. ما في مغذيات ابدا، ما في مغذيات ابدا. هلا ما بيمنع انه بتضل بتعطي اول سنه، السنه يلي بعدها اكيد ما بيعود في عندي ولا اي غذاء بقلب التراب، لازم انه نغذيها. في بالاسواق كثير مغذيات خاصه بالاوركيدي بنصح دائما انه نستعملهم، اذا ما قدرنا انه نحصل عليهم نقدر انه نستعمل مغذيات للنباتات المزهره. دائما للاوركيدي نستعمل نص الكميه يلي بنستعملها عاده للنباتات الثانيه، لانه ما بيصير انه نكتر يعني من الغذاء، خاصه انه مثل ما قلت التراب يلي موجود ما بيلقط الفيتامينز او الفرتلايزرز يلي بنعطيها اياهم. يعني فعلا مثل ما قلتي، لانه نبته واحد بيحبها وبيبسط فيها وبيحب تكون موجوده عنده بالبيت لسبب، بحاجه يعرف انه كيف بده يهتم فيها على مدار الوقت. ومثل ما بتاخذ بريك يعني 8 اسابيع ماكسيموم بالسنه، يعني عندها شهرين مينيموم بتريح. طيب صح. فرصه. نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله كندا بعالم الصباح. راح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع محطاتنا وفقراتنا، خليكم معنا.